اعزائي المشاهدين اهلا بيكم في حلقه جديده. مبدئيا كده اي حد عنده ضغط قلب سكر ما يكملش بقيه الفيديو. الفيديو النهارده مختلف تماما لان انت هتموت من الضحك، انا هتموت من الضحك. تعالوا كده نشوف اللي حصل ده. يا باشا والله لحد كده هنا قوي بعد بتوع مدينه بقى خارجين عندنا المنطقه والله بص قوي اهو اه يا سلام اه اوه يا انت هتتروح. كملوا محدش يروح مكان، بس انزل اعمل لايك للفيديو وادعمنا عشان يوصلك كل جديد مني. كمل الفيديو معايا. يا تعال اقعد يا باشا. عايز تعمل ايه يا كابتن؟ اعمل مشوار. كان من مدينتي صح؟ اه مشوار. انا في السوبر ده عايز ايه؟ معلش معلش بيتهيألي الناس بتوع مدينتي لو شاف الفيديو ده هيعملوا حمله على المحل ده يتشوه. كمل يا عم الفيديو لسه ما خلصش، اوعى تقلب ولا تروح في حته ثانيه، خليك مكمل الفيديو معايا. وزي ما قلت لك لو انت مريض قلب او ضغط او سكر ما تكملش، انت هتموت من الضحك. الفيديو ده بجد موتني ضحك. معلش 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 ماشي بره انت هنا في عين شمس حمام يا فور. لا ما تخافش اقعد يا فندم اقعد يا فندم. لا اقعد اقعد لسه ماشي بره ماشي بره. بصي ايه بصي ايه تاني ماشي يا فندم اقعد. لا 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 ارجع تاني ارجع تاني. طبعا انا مستغرب له ان الواد ده اتحمل الضرب ده كله، لان هو كان بيضربه بجد. يعني الواد ده قفاه ورم هيفضل سنتين ثلاثه مش هيعرف يحط عليه موز. تعالوا نكمل الفيديو اللي بعده. انا صرت شعر على الكنس وش مين يا حلو؟ انت على الراي ما قال كريم عبد العزيز، وش امك ده ما يتحطش الا على عيله بالسجاير كده. تعال نشوف اللي بعده. مش انا قلت لكم في الفيديو اللي فات ان سنه 2020 دي سنه سودة وسنه بتحصل فيها حاجات غريبه ما احناش فاهمين اللي بيحصل؟ طبعا انت عايز تقول اللي في النص ولد، والله العظيم ولد. في ايه؟ ما تفهمش انت، ما تفهمش انت، بص وخلاص. الاشكال دي كترت ازاي وسطنا احنا مش عارفين. هي سنه 2020 كده شكلها سنه سودة. تعال نشوف بقى المصيبه والبلوه اللي جايه دي. البدا عندك مش مرار ده انت يا سنه جاز. انا عارف والله سنه جاز. يعني الاشكال دي طلعت منين وازاي مش عارف. الاشكال دي كانت قليله كده والقليل منهم مستخبي بقى عادي كده. بيس بيس. تعال نشوف ست الحاجه اللي جايه دي. انا بطبعي ما فيش انا سبت شعر على الهمس انا حمد ما دي حياة لما تشوف نحن الهاس دي جلازي شرطة دي ايزي فكرني بكسي عزيزي انا صعب. انا جيت ما تيجي ولا عنك ما جيت. انت مين يعني؟ رئيس مراجيح مولد النبي ولا انت مين يعني؟ مش هتعرف تنام. اما مع دودة هنوريك اللي عمرك ما شفته. مع دودة هو انت لسه شفت حاجة؟ بقولك طريها الناس لبعضيها واوعى الفحت ياخدك تحت. انام ازاي؟ انام ازاي بعد ما شفت وش امك ده؟ وبعدين اطر مع مين؟ اطر مع مين يا مرة يا شايبة؟ تقولي اوعى الفحت لا تقع تحت. ده انت عايز 10 صعايده يفحتوكوا زي الصرف الصحي. ما تلمي نفسك يا مرة، انت في ايه؟ انت في ايه بجد؟ انت مصدقه نفسك للدرجه دي ولا انت عايزه عباسيه؟ ولا انت بتعملي مثلا كوميدي؟ لو بتعملي كوميدي انت بضان بضان وبايخه قوي يعني. انما لو انت بجد يبقى انا زي هرجع واقول زي ما انا قلت قبل كده، سنه 2020 دي سنه سودة.
تعالوا بقى اوريكم المقطع اللي جاي ده. الحاج هو الابراشي جايب ولد والواد يا عيني حافظ مش فاهم اقوى ردة فعل ممكن تشوفها في حياتكم. هختم بيه معاكم، وزي ما قلت لكم برضو اللي عنده قلب او ضغط ما يكملش عشان هيموت من الضحك. بالله عليك ما تنساش تعمل لي لايك وتدعمني. اهلا بيك. الحمد لله يا باشا. السلام عليكم ورحمه الله. الله يسلمك. حسيت بايه؟ مشاعرك ايه؟ اتأثرت والله ساعتها. خلاك تستعيد خلينا اول ما شفت المشهد في المسلسل. اول ما شفت المشهد في المسلسل. بس انت فاكر مشهد الانفجار؟ فاكر. في دماغك على طول، مش ممكن تنساه. لا مش ممكن انساه. وده بيخليك ما بتعرفش تدوس على رجلك. ما اعرفش ادوس على رجلي. ما بتعرفش تمشي عليها طبيعي يعني. طبيعي لا. مش ممكن تنساه من دماغك. مش ممكن انساه من دماغي ابدا. وقالوا لك بقى انت حصل كذا كذا. قالوا لي حصل كذا وكذا وكذا. قابلت بعدها اللواء محمد ابراهيم وزير الداخليه الاصلي؟ قابلت اللواء محمد ابراهيم. ده جالك المستشفى بقى؟ جالي المستشفى. اكيد انت بعد كده عرفت ايه اللي حصل يعني. عرفت اللي حصل بعدين يعني. وبدات تتابع حكايه الارهاب وده ايوه. بقى عجبك المشهد؟ أعزائي المشاهدين أهلا بيكم في حلقة جديدة. مبدئيا كده أي حد عنده ضغط قلب سكر ما يكملش بقية الفيديو. الفيديو النهاردة مختلف تماما لأن أنت هتموت من الضحك. أنا هتموت من الضحك. تعالوا بينا نشوف اللي حاصل ده. يا باشا والله العظيم كنتوا هنا أول بعدوا بتوع مدينة دي بقوا خاربين عندنا المنطقة والله. بصيت أول أهو. ماشي تمام. أوه ياه أنت هتتروق. كملوا محدش يروح مكان. بس انزل اعمل لايك للفيديو وادعمنا عشان يوصلك كل جديد مني. كمل الفيديو معايا. يا تعال اقعد يا باشا. عايز تعمل ايه يا كابتن؟ تعمل مدينتي صح؟ ماشي اقعد. هروح في الصوف ارجع. ايه معلش؟ معلش. متهيألي الناس بتوع مدينتي لو شافوا الفيديو ده هيعملوا حملة على المحل ده يدشدشوه. كمل يا عم الفيديو لسه ما خلصش. اوعى تقلب ولا تروح في حته تانية. خليك مكمل الفيديو معايا. وزي ما قلت لك لو انت مريض قلب او ضغط او سكر ما تكملش. انت هتموت من الضحك. الفيديو ده بجد موتني ضحك. معلش معلش ارجع. ماشي بالراحه. انت هنا في عين شمس تمام. يا اخي انا مش فور. لا ما اقعد يا فندم. اقعد يا فندم. لا اقعد. اقعد لسه. ماشي بالراحه. ماشي بصي ايدي ثاني. ماشي يا فندم. اقعد. لا ارجع تاني.